شوف، الإنسان لما يثق بنفسه يرتاح. أبعطيكم مثال. تخيل لو أنت أقول لك اركب السيارة مع واحد ما يعرف قيادة السيارة، عصبي مثلا ومتهور وتاريخه طويل وعريض في الحوادث المرورية وإلى آخره، وأقول لك هذا الشخص اركب معاه السيارة وسافر من الكويت إلى عمان ومن عمان إلى تبوك، يعني آخر يعني الناحية الشمالية الغربية للسعودية، وراها رد الكويت. فتقول لا 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 لا، هذا مصيبة، هذا متهور، أنا أغامر معاه كل هالمسافات ليه؟ وأقول لك لا، وترى سيارته خربانة وما يعرف يدل أصلا الدار، ولا عنده مثلا GPS، وما يفهم شيء يعني في القيادة. فشي يصير فيك؟ تقول لا لا لا، أنا لا يمكن أستمتع في هذه الرحلة وأقعد على أعصابي طول الرحلة، وهي أصلا تعتبر مغامرة. لا يا معود، كنسل كل شيء، ما أبي أكون معه. ليه؟ لأن أنت ما وثقت. والثقة، كلمة الثقة من الاستوثاق، شلون لما مثلا في الآية الكريمة استوثق بالعروة الوثقى، مثلا استوثق خطام الناقة، مثلا كذلك كلمة وثيقة توثق الكلام، لاحظوا كذلك الثقة، كلها كل هذه الأمور تعني في لبها التمسك بالشيء، سواء التمسك الحسي مثلا حبل الخطام الناقة مثلا تلف على ايدك تستوثق، او العروة تستوثق بها بيدك، او معلومات تدونها تكتبها، مو تعتمد على مثلا فلان قال وهذا، لا لا لا، تعال وثق لي اياها بوثيقة. ها، فدائما الثقة معناتها التمسك بشيء، تمسك شيء صح. فالحين اقول لك شوف، راح تسافر مع شخص، اولا سيارته اجدد طراز، عنده GPS، هو خبير في هذه الرحلات في هذه الامور، عنده كل سبل الراحة والترفيه، وهو انسان محترم واعي ويعرف يتصرف تحت جميع الظروف، وراح يكون اصلا في طول الدرب تشوفوا الناس هو يعرفهم وهو مضبط كل شيء. فش يصير فيك مثلا قبل تروح معاه بالرحلة؟ تكون مطمئن خلاص. فنفس الشيء في رحلة حياتنا مع أنفسنا، لما إحنا نكون واثقين بأنفسنا نكون مرتاحين ونقدر نبدع ونقدر نفكر. بس في نقطة مهمة، ما يصير أنت تطلب من سلحفاة أنها تفوز بسباق الجري، وما يصير أنك أنت تطلب من سمكة أنها تفوز في مسابقات تسلق الجبال. معنى الكلام أن الله عز وجل خلق لكل إنسان امتيازات ونقاط ضعف. انت في نقاط ضعف لا تدمر نفسك انها فيك، طنشها واشتغل على القوي وراها عالجها شوي شوي لين ما تسترجع ثقتك بنفسك، وهل مجرى. فركز على نقاط القوة اللي عندك، استوثق وخل قدراتك تعتبر معلومة حقيقية انك انت متمكن منها صح. اذا انت تقول لا انا احسن واحد مثلا في الخط العربي، اوكي، انت اكثر واحد عنده جاهزية للتعلم، تدربت 100,000 ساعة. ذيك الساعة لما أصابعك تمرنت وجهازك العصبي وعرفت واكتشفت أشياء كثيرة، وراها ارفع راسك وقول نعم أنا أحسن واحد في الخط العربي. هذه الثقة بالنفس بس.